الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان في المسجد الحرام، وهو يقوم بالشرح عن فضائل هذه العشر وحوله من العوام ومن غيره من الناس، فقال لهم: أيهم أفضل، صدقة في رمضان ولا صدقة في عشر ذي الحجة؟ فكانت الإجابة من الجميع: الصدقة في رمضان إيش أفضل. قال: كلا، إنما الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل. قال: ركعتين في رمضان أفضل ولا في عشر ذي الحجة؟ قالوا: في رمضان. قال: كلا، في عشر ذي الحجة. قال: صلة رحم في رمضان أفضل ولا في عشر ذي الحجة؟ قالوا: في رمضان. قال: كلا، في عشر ذي الحجة. قال: وإخراج مال في رمضان أفضل ولا في عشر ذي الحجة؟ قالوا: في رمضان. قال: كلا، في عشر ذي الحجة. فتعجب الناس، قال: هذا يعجب منه العوام، لكنه لا عجب فيه لطلبة العلم، لأن عندك الحديث واضح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وهنا ما اسم موصول، يعني لفظ من ألفاظ العموم، وأعمال نكرة في سياق هذه الجملة الشرطية أيضا أيها المباركون تفيد العموم. ولذلك علينا أن نهتبل هذه الأيام وألا نضيعها أيها الفضلاء الكرام. قال أهل العلم: ولا غرو في ذلك، فهذه الأيام فيها يوم التروية التي يجتمع الناس فيها بمكة، يبدأون حجهم يوم الثامن من ذي الحجة، وفيها يوم عرفة في الصحيح يكفر السنة التي قبله والتي بعده، صيام يوم يعدل 720 يوم. أين تجد هذا؟ أي سهم تشارك فيه يعطيك ربحا مقداره 720%؟ قل لي بالله عليك، وين تلقى؟ إلا في التجارة مع الله عز وجل، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال القرطبي ونقل ابن كثير وقاله أيضا الطبري ونقله ابن كثير ونقله عن القرطبي، قالوا: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي 11 و12 و13، وهي أيام التشريق.